عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم باسم منصور على قناه المنصور 25 زي اصلا. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الزرع، عن تعقيل النباتات. عندي هنا الموجود ريحان، وعندي نبته هنا نبته زينه. الناس بقى انا بقالي شهرين عايز اعرف الاسم بتاعها، انا كنت جايبها وفاكر اسمها بس نسيت اسمها صراحه، فاللي يعرف يكتب لي في الكومنت. ماشي، دي نبته دي هزرعها بالتعقيل. طيب المطلوب مننا ان احنا هنجيب قرفة بالعسل. طيب القرفة بالعسل ديت مكوناتها ايه؟ معلقة كبيرة عسل ابيض او عسل حبة البركة او عسل جبل، اي عسل موجود عندك. انا يعني العسل كان موجود عندي عسل حبة البركة والقرفة. طيب الناس بالنسبة للعسل الابيض او عسل حبة البركة، فوائد العسل حبة البركة ان حبة البركة مفيدة جدا لاي حاجة، فبتكون كويسه للزرع، وكمان بيكون يعني فيها فايده كويسه بتدي بتقويها. والعسل عموما عباره عن سكريات بتقوي جسم النبات وبتساعد على التجذيب. اما بالنسبه للقرفه، فقرفه خاصه بالتجذير نقدر نزرع بها اي زرع. طيب دلوقتي البدايه هنجيب قرفة عادية، ماشي، وهي هنجيب القصيص بتاعنا. هنجيب شوية قيمة معلقة كبيرة من القرفة وهنرشها على وش التربة عشان بس عملية التجذير تكون كويسة معانا، يعني ان يكون النبات عندنا يجذر بسرعة، يعمل تجذير بطريقة سريعة، ماشي، ويكون التربة مسقية قبلها بكام يوم ومتسابة. واهم حاجة ان يكون التربة عندك متشمسة كويس واخد سماد، فده واخد سماد اللي هو محلول او بودر ال NPK 20-20-20 اللي هو متعادل، ماشي اهو. والخليط الموجود عندي هنا عبارة عن بطمس ورمل وتربة. بالنسبة للتربة انا عندي هي المتوفرة، البطمس حاجة بسيطة، فهتلاقي هنا البطمس اكتر، التربة الطينية والرمل هتلاقي اكتر هنا من البطمس. طيب تعالى نبدأ بقى كده على طول. اول هام احنا هنا هنعمل شجرتين ريحان، فهنعمل هنا نقرة شوية كده بعورة الصابع كده اهو، ماشي، ونفس الموضوع هنا متخليهاش جنب بعض، ماشي. طيب هنبدأ أول حاجة بالريحان. هنقص كل حاجة هنا موجودة في الريحان لحد فوق عادي لو انت سبت دول، يعني لو الشجرة مفرعة كذا فرع من نفس العود مش اشكال، مش هتفرق معاك اي حاجة. سيبك من اللي هيقولك كده غلط ومعرفش ايه وهياخد غذاء، طالما انت مغذي التربة بتاعك كويس خلاص، ماشي. طيب طبعا مش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. بالنسبه للسؤال اللي جالي في زراعه او مش كان زراعه، كان عمليه تقليب الصبار، في واحده كتبت قالت ان هي زرعت برمل بس الرمل ما اتغسلش، هل هو مضر؟ والله انا هنزل فيديو، بس هو مش مضر عادي. كطريقه نظري هتجيب الرمل، لو هي بتتفرج عليها فيديو دلوقتي او اي حد هيعمل كده عمل الموضوع ده من غير ما يغسل الرمل، هتغسل الزرع بطريقه جامده. يعني ايه هغسل الزرع بطريقه جامده؟ يعني انا عندي مثلا الزرع بتاعي خد رمل من غير لما من غير ما يتغسل. طبعا ده بصوا يا جماعه ديت بيض، مش عارف الكاميرا هتجيبه ولا لا، ده بيض اهو بتاع الدبان او ناموس، فهننضفه بس عشان ما يعملش ناموس، ماشي. طيب مهم نكمل. الناس بقى اللي زرعت في الموضوع دوت بتجيب الرمل حاجه زي دي كده مثلا، هي زرع فيها نبات وزرع في قلبها رمل، بتجيب تحتها طبق كبير طبعا ما بيصرفش الميه، طبق عادي، وبتغسل الرمل ده كل يوم ميه غزيره جدا، بحيث ان الزرع بتاعك الشالي عندك او القصيص ينزل بكميه ميه كتير. تحاول تسقيه مثلا، يعني مثلا دي على سبيل المثال بتاخد نص لتر ميه، لا انت مش هتسقيها نص لتر ميه، انت هتسقيها 2 لتر ميه علشان تنزل
كل الاملاح كده كل يوم على كده لحد يعني حوالي مثلا كام يوم، اللهم صل، يعني كان مثلا 3 ايام او 4 ايام، وبعد كده تسقي زرعك عادي. بس انت في المراحل ديت ان انت بعد مثلا ما تعملها بعد 4 ايام، 5 يوم هتبدأ تحط محلول او بودر ال NPK عشان يرجع للتربة تاني ال NPK بتاعها، المحلول بتاعها. طيب بيجاب منين محلول ال NPK؟ بيجاب من عند الادوات الزراعية، اي محل ادوات زراعية بيبيع ادوات زراعة بس، وبتعمل عندك تجيب كوباية رز. طبعا الكلام ده كله هجيبه في فيديو جاي، بس بقوله تحضيرا هجيب كوباية من الرز ماشي، وتملاها تحطها في علبة وتملاها مية وتسيبها لمدة يوم أو يومين. بعد كده تاخد تصفي الرز تشيله أو تسيب أو تطحن الرز، ممكن مثلا تجيب كوباية رز تطحنها وتحطها في علبة كبيرة شوية قيمة، ممكن مثلا تحطها في إزازة 2 لتر، وتبدأ تحط البودرة ديت، كوباية البودرة دي بتاع الرز، وتملاها مية وتسيبها لمدة يومين. بعد كده تسقي بيها الزرع بتاعك. ده كده NPK. طيب ده كده عندك اهيت الشجرة اهي، هنقص الشجرة دي بميل، واخدة قطعة ميل هنقصها كده عمود ماشي الكلام. وهناخد نجرح الشجرة بتاعتنا، نجرحها ازاي بقى؟ دي كده عود اخضر، احنا هنبين القشرة اللي داخلية بتاعتي خفيف كده مش هنتقل فيها. بصوا خضرة ازاي، ما نخليش بقى نجيب الطبقة البيضة اللي جوه، احنا عايزين الطبقة الخضرة بس. شغل الكشاف معلش يا جماعة، الفيديو هيكون طويل شوية بس أنا كده الحمد لله قربت أخلص يعني متقلقوش ماشي. كده أنا عملتها أهو، ده بقى الشكل العود. بعد ما تقص هنجيب العسل القرفة ماشي، وهنحط بصهم أهو كده أهو بالمنظر ده كده. القرفة مش غلط لو انت كترتها كده، بس خلي بالك من النمل، احنا داخلين في الشتاء والنمل عادي عندنا خلاص قرب يدخل يروح مننا، بس يعني اهم حاجة ماشي اهو، واروح حاططها كده المنظر ده كده ماشي، واروح غرز حاطط فيها كده هنا قافل التربة، كذلك الشجرة التانية، الشجرة التانية اهي كل حاجة فيها تشيل. بصوا الجزء السفلي كله هيتشال، ده كله واخد تسميد وواخد NPK. اي حاجة عندك فضلات، قشر بيض، قشر موز، قشر بطاطس، قشر بطاطا، اي حاجة خارج بيت بتاخده وتحطه عندك، بتسيبه ينشف في قلب الشمس، وبعد كده بتاخده تبشره او عفوا بعد ما يتحمص تطحنه، وتبقى كده عندك سماد تربة زراعية، وتبدأ تخلي الزرع بتاعك يستفاد بيه. اي فضلات بيت. وبالنسبة للتسميد لو عندك كومبوست 100 100، لو كومبوست حيواني تمام حلو قوي، بتسمده كل مرة واحدة في الشهر اي زرعة، حاول تقوي زرعك يعني، ده بسم الله ما شاء الله هو سماد مسمد الزرع بتاعي، الزرع بتاعي تمام حلو 100 100 يعني، ربنا يبارك فيه. كثافته انا مش عارف اقص. طب انا ليه بقص الجزء السفلي؟ احنا عايزين ندي الغذاء للي فوق، مش عايز ادي للجزء السفلي، وعلى بال ما هو يشتغل يكون جزر عمل جذور كده، بيبقى تبدأ هي تنبت من تحت تاني ماشي.
ان بي كي كمان المحلول او اي سماد هتحطه للنبات ده، لاي نبات هتزرعه او اي نبات هتعمله عمليه التجذير، بس هشيل بيت احسن. بعمليه التجذير هتحط ال ان بي كي او اي محلول هتحط قبلها باسبوع وتسقيه ميه كتير. ماشي، الكلام واضح يا جماعه؟ متحطوش دلوقتي لحسن يتحرق، تطلع كده تلاقي الورقه بتاعك محروقه وناشفه، بس مش ناشفه، هتلاقي دبلنه. اسمع، دي كده عاديه، الشجره كده اهي شجره عاديه، بس انا بشيل كل الاطراف الموجوده. طب ما خلاش كلها يعني متشال، بس انا بشيل الضعيف كله خلاص. خلي بالك لو النبتة عندك فيها بدأت تدبل او في حاجة تبوظ، شيلها، شيل بسرعة الورقة، مثلا ورقة زي حاجة زي دي مثلا، يعني دي تمام سليم، بس لو لقيتها متحمصة او فيها حاجة عيوب فيها بسرعة تخلص منها عشان ما تعديش الكل. طيب هاجي برضو في نفس الموضوع اللي احنا عملناه في قلب الزرعة ديت، الريحان هنشيل طبقة القشر منها، بصوا اهي. متجيبش الطبقة البيضة، هات الطبقة الخضراء، بس بين الطبقة الخضراء. وبإذن الله هنزل فيديوهات قريب جامدة تكون كويسة تعجب حضراتكم، بس انا حاولت، بس مش عايز اعمل الفيديو اقطعه وابدا اظبط فيه حاجات وموسيقى والكلام ده، لا الكلام ده انا لغيته خالص، خليت الفيديو بالجوده بتاعه اللي هي 4K من غير ما اخش على برامج وتخلي الجوده عندي قليله وكل حاجه. الفيديو ندخل على الجد على طول. خلاص خلصنا اهو، هنقص العود ده كده، طبعا العود قديم. ماشي اهي، حلو الكلام. هروح ام جاي العسل القرفه، المنظر ده كده، رام حاطه كده اهو اهو. ماشي الكلام. هجيب بقى القصاص بتاعنا، ماشي، وابدأ احطه كده. ماشي لاخر حاجة في القصيص تحت خالص اهو كده، اصبح عندي القصيص خلص. هنجيب لي الشجرة التانية على السريع اهو، هنقصقص كل حاجة موجودة فيها هنا. ماشي، وهنسيب اول ورقتين يعني هما دول بس اللي هشيلهم دول اهو، بعد كده هسيب دول. ماشي، العود كله متشال اهو، هعمل نفس الموضوع القصة اللي احنا عملناها، اللي هو ايه اللي احنا هنشيل ده كده، هناخد مراعاة الشتلة نحطها دي كلها بطمس على رمل، رمل طبقة بس رملية خفيفة، يعني كله بيحتفظ بالمية. بص بعملها تشعيرة بس خفيفة لان هي رؤية. حلو الكلام اهي. بعد كده هجيب العسل بالقرفة وابدأ اعملها نفس الموضوع اهو، واعمل هنا دخل الصباع برضو كده. بصوا بعملها ازاي، في مية بتنزل اهي، يعني البطمس واخد مية بطريقة جامدة اهي، واروح رايح هنا كده حاطط العود بتاعي ومقفل بقلب الرمل. طبعا انا نسيت احط القرفة، هحط القرفة على الوش. ماشي اهي، في بقى حركة هعملها لكم دلوقتي. لو بالنسبة للنبات، بس بحط شوية قرفة بسيطيا بس، لو لقيت النبات زي ده كده معوج، وده اللي هعمله برضو في قلب الريحان دلوقتي هوريكم، بس هوقف الفيديو عشان بس ما اطولش عليكم على بال ما اروح اجيب السلك. بس بصوا بقى يا جماعة كده رجعت لكم تاني دلوقتي، ده السلك اللي هعمل بيه النبتة دي، عشان لو فضلت نايمة كده المية هتوصلها بس هتفضل دبلانة، ولو فضلت دبلانة هتبوظ. ماشي، هنعمل ايه؟ هنجيب حتة سلك بالمنظر ده كده، ماشي، وهنقصها على قد
طول الزرعة من أول الشتلة لحد فوق، ماشي؟ ماشي اهي. هجيب الشتلة كده هلفها من أول هنا، ماشي اهي كده اهو، واروح جاي كده جايب ال عشان اعملها فكرة تاني، مش هتنفع مع الشتلة دي. بصوا هجيب راوت كده عادي اهو، بس مش هقرص على ال على الشجرة، انا مش هقرص عليها، انا بعملها كده مع الهوا بس عشان تمسك النبتة اهي كده، ماشي كده بقى عندي تمام اهو. هقصها بس الاول اظبط دي كده، ماشي ماشي. وهجيب النبتة بتاعي كده هلفها عليها في نفس الاتجاه، بس بص دي رؤيا اهي، هلف عليها بالراحة. كده اهو ماشي الكلام اهي، وارجع اقفلها تاني كويس. بعد كده بصوا بعمل ايه، بظبطها اهوت، بخلي العود ثابت معايا اهي، ماشي الكلام اهي. بروح جاي كده نوقف العود، بحرك انا ايه بقى، انا بعمل كده، انا بحرك السلك ما بحركش العود عشان ما يتكسرش معايا. شوف العود واقف ازاي كده، يشتغل كده، لو اتساب ميه هيبدأ يشتغل على طول ومش هيميل، فكده الميه واصله له مباشر. هنعمل نفس الموضوع مع الريحان، ماشي؟ معلش هنطول معاكم المرة دي. هشيل البذور، بصوا انا هشيل البذور اللي هي البذور دي، ليه؟ عشان ما تضعفش الشجرة. حلو الكلام ده، لو هو رقيق انا مش هعمل حاجه فيه، ده لو هو رقيق ماشي، يعني النبته معانا دي لو هي رقيقه زي الشجره الزينه اللي هي دي ماشي، هتلفها بسلك، لكن لو هي جامده كده وناشفه وشد حيلها كويس مش محتاجه انك تلفها سلك. كده حلقتنا خلصت النهارده، طبعا هنرويها بس انا معيش ميه دلوقتي عشان بس وقت الفيديو. كده حلقتنا خلصت النهارده، تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، ما تنساش تعمل شير. والناس لو حد عايز عن العصفير البلجي، العصفير الاسترالي ازاي بتتربى وطرق تربيتها صحيحه، اكتب تحت في الكومنت وانا باذن الله هشتغل في طيور الزينه. بس دي كانت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.